الذي وخير المتوكلين على الله سبحانه وتعالى عز وجل هو الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليس معنى التوكل ترك الكسب بالبدن، ولكن هو ترك التدبير بالقلب، لأن القلب للرب، والتدبير بالبدن هو أخذ بالأسباب، والقلب مع مسبب الأسباب. العلاقة ما بين التوحيد والتوكل، فحقيقة التوكل توحيد القلب، فما دامت فيه علائق الشرك فتوكله معلول مدخول على قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكل. الله برنامج طريق المساكين مع فضيلة الدكتور عمر عبد الله كامل والشريف عبد الله فراج، يحاورهم الأستاذ مجدي إمام، وحلقة هذا الأسبوع بعنوان التوكل، يأتيكم بإذن الله يوم الأربعاء عند الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.